اتكلمنا من يومين عن تتويج مصر ببطولة العالم للقوة البدنية وتحطيم 28 رقم قياسي. النهاردة معانا 2 من أبطالنا، أبطال منتخب مصر اللي شاركوا في بطولة العالم، وهنتكلم عن الإنجازات والكواليس بشكل أكثر أكيد تفصيلا في هذه اللعبة. خلينا نرحب في البداية بضيوفنا، كابتن جيهان السويركي لاعبة منتخب مصر القوة البدنية، صباح الهنا، وكابتن حامد مصطفى خلاف لاعب منتخب مصر القوة البدنية، صباح الورد. وبجد فخورين بيكم جدا، وميداليات قوية جدا، وأكيد ورا كل ميدالية قصة وكواليس وتعب، هنعرف من حضراتكم أكيد كل ده. احنا في الفقرة دي هنسأل حضراتكم، حابين تجاوبونا كتر خيركم، مش عايزين براحتكم. احنا مش هنختلف من الضيوف اللي مش هنختلف. مش هنختلف يا كابتن. أكيد مش هنختلف. لا طبعا. منورين الدنيا ومبروك عليكم الإنجاز المحترم، وحضرتك بطولة مهمة جدا بتفرق أكيد في مشوار أي لاعب إنه يشارك في بطولة بالحجم ده، فعايزين بداية كده نعرف كواليس وخلفية مشاركتكم في البطولة الأخيرة والإنجازات اللي حصلت، وبعد كده بقى ندخل معاكم في الرياضه نفسها، لان بيتهيألي في ممكن يبقى شيء من اللبس عند الناس، يعني ايه رياضه القوى البدنيه. تمام. هي طبعا الاول انا سعيد ان انا في قناه الاهلي، ده النادي المفضل ليا. طبعا كواليس البطوله دي للعام الثاني على التوالي مصر تنظمها. العام اللي فات 2023 كانت في الغردقه، السنه دي طبعا شرم الشيخ استضافتها، تنظيم على اعلى مستوى. طبعا بنشكر الاتحاد المصري للقوى البدنيه برئاسه اللواء محمود بركات. لما مصر تنظم حاجه زي ديت في صرح رياضي في القوى البدنيه، احنا كلاعبه المنتخب بنبقى فخورين جدا ان احنا بلدنا قادره تعمل كل حاجه، بلدنا فعلا موجوده، المصريين واللعيبه عندنا ما شاء الله لعيبه جميع المراحل الأوزان كلها، تحطيم أرقام قياسية في البطولة، بيست ليفتر في البطولة، يعني أنت بتتكلم في حاجة فعلا المصريين قادرين، يعني هي الكلمة ديت ونحط تحتها متخط، إحنا قادرين نعمل كل حاجة، هي بس بتبقى حاجة بسيطة وإحنا بننطلق. فطبعا الحمد لله فخورين اللي احنا وصلنا له، فخورين بالانجاز العظيم ان البطوله تكون على ارضنا للعام الثاني على التوالي، وان شاء الله هتبقى الثالث على التوالي في مصر، فده حاجه احنا سعداء بيها جدا. طيب بص بقى، قبل ما نخش على البطولات، الناس بتبقى حابه جدا تعرف ابطالنا مين، يعني هبدا برضو وعايزين نرجع لك كابتن حامد، مين كابتن جيهان وابتديتي عندك كام سنه لغايه دلوقتي المرحله لغايه لما بقيتي بطله عالم، يعني اكيد مشوار مش سهل. هو انا اصلا في بدايه الامر ما كنتش بلعب باور ليفتنج، كنت بلعب العاب قوه في النادي الاهلي، كنت بلعب رمي. فانا دخلت اللعبه بنت النادي يعني. فانا دخلت اللعبه عن طريق الصدفه، ان انا كنت داخله النادي مطريه الرياضه عندنا بلعب تقويات عادي للرمي بتاعي، فقابلت كابتن ابراهيم كحله فعرض عليا ان في بطوله بنش بريس في جمصه، فقال لي ايه رايك ان انت تدخليها وتجربه جديده وكده، فدخلت بالفعل البطوله وحققت مركز فوق 23 تحت 23. هي. فدي كانت نقطه بوش ليا ان انا اكمل في اللعبه، ان انا لسه ما اتمرنتش ولسه يعتبر كنت بلعب تقويات عادي ودخلت وحققت مركز، فمن هنا بقى كانت البدايه واستمريت. كان عندي ساعتها 19 سنه. حلو جدا. وكابتن حامد برضو بدات المشوار الرياضي ازاي؟ انا في مجال الرياضه بقالي 22 سنه اساسي، ان انا لاعب رفع اثقال اصلا في الاول في نادي غزل طنطا مع الكابتن علي خلاف، شاركت في عده بطولات في رفع الاثقال منها بطولات الجمهوريه، حققت العديد من الميداليات. كانت برضو دخولي للقوى البدنيه عن طريق الصدفه، ان كانت في بطوله الجمهوريه ان انا اقدر انزل واشارك وكده، واول مشاركه لينا في بطوله الجمهوريه حققت المركز الثاني. بعد كده الانطلاقه بقى الحمد لله شاركت في عده بطولات محليه، حققت فوق ال 40 ميداليه، شاركت في بطوله العالم في امريكا في 22 عملت برونز وعملت ذهب، شاركت في بطوله العالم في كاس العالم في الغردقه عملت 2 ذهب وكاس احسن لاعب، شاركت في انجلترا العام الماضي في شهر 11 اللي فات ده وعملت ذهب وعملت اعلى سكور في البطوله في انجلترا في مدينه مانشستر، والسنه دي الحمد لله عملت اعلى سكور برضك في البطوله وعملت ميداليتين ذهب ما شاء الله.